الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابي الكرام، يسعدنا في هذه الساعة المباركة أن نفرح بما شرعه الله عز وجل لنا، ونبدأ بدعاء لثلاث شرائح عندنا في هذه الجلسة هذه، ولا اللي تيسمعونا من النساء، ثلاثة ديال الشرائح عندنا. العروسان، وحيت نهضروا على العروسان لأنه كان واحد الحديث في الأول، قالوا سيدي تنفرحوا بالسي محسن، وقال لي واحد السي محمد، قال لي حتى احنا نفرحوا بسيدنا محمد. لا راه كاين جوج العرسان، راه سيدنا محمد تنفرحوا فيه الفوق، وكاين جوج ديال العرسان. هذا دعاء ندعو مع العرسان، ثم دعاء ندعو مع اللي ما مزوجينش في هذا المجلس هذا، لا من الذكور ولا من الاناث اللي تيسمعونا. والدعاء الثالث ندعيو مع اللي مزوجين. فنبداو بالدعاء الاول ان شاء الله. اللهم يا رب الارباب، ويا من اذا دعي استجاب، كما جمعت بين هؤلاء الازواج، اللهم فادم ودهما، اللهم فاصل المحبه في قلوبهما، اللهم يا ربي فاجمعهم في مستقر رحمتك في جنة الفردوس، ويكونون أزواجا كذلك. اللهم أخرج من صلبهما ذرية صالحة توحد الله وتدعو إليه. ونبدأ وعود بالعزاب. اللهم يا رب الأرباب، ويا من إذا دعي استجاب، إلا كاين شي واحد من العزاب من الذكور أو الإناث، يا ربي يوهب للذكور شي زوجات صالحات، ويهب للإناث شي أزواج صالحين، ويبيض السعد ديال الإناث، ويجعلهم من الصالحات القانتات، وما يفرق هذا الجمع هذا إلا وقد سهل الله لكل عازب زوجة صالحة، ولكل فتاة غير متزوجة فتاة صالحة. ونجيو المتزوجين، لان حيت نهضروا مع المتزوجين تيقول لك خلي داك الجمل راقد، وتبقاو ساكتين، وحنا ما بغيناش نخليه راقد، بغينا نفيقوه. يا رب الارباب، ويا من اذا دعي استجاب، هؤلاء الحضور من المتزوجين والمتزوجات، اللهم يا ربي ازل الغل من قلوبهما، اللهم اصل المحبه في قلوبهم، اللهم يا ربي كما جمعتهم في الدنيا فاجمعهم في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واجعلها ساعة إنابة. آمين آمين يا رب العالمين. واللي ما هزش يديه وما قالش آمين دبر راسه، هذا شغله. دابا حنا دعينا مع كل شيء، واللي ما هزش يديه اش غادي نديروا ليه؟ بغى يبقى في المشاكل ديالو، ما عندك ما دير ليه. صافي، حنا بغينا كل شيء يكون ناشط وسعيد ومبرع مع راسو، ما بغاش هو يهز. ونزيدوا لواحد النقطة أخرى، شي مناسبة بحال هكا وزيد عين الطلبة قال يا ربي دخلنا الجنة حنا وعيالاتنا، واحد بلا ما يشعر قال لهم هنيا لا، لأن خرجت عليه هنايا وباقا عاد يتلاقى مع غدا يوم القيامة، قال لي هنيا لا. الموضوع ديالنا وهذا غادي نعتبروه دورة تكوينية. علاش؟ لأن هذا الشيء ديال الزواج خصو يكون عندنا فيه معلومات بزاف، وحنايا زرقين. تصيب لك دكتور ودكتوره ولكن زرقين في الحياه الزوجيه. وتيبقاو يشوفوا هذه الافلام ديال الكذوب، ولكن داك الشيء كله كذوب. لهذا حيت نجيو للاسلام وسمعنا ايات من سوره الاسراء من الاخ ديالنا جزاه الله خيرا، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. الطريق السهله والقصيره اللي غادي تعيشك السعاده في الدنيا والاخره هي القران اللي فيه الدين الاسلامي. حيت نسولوا كل واحد، بس
صفتنا كلنا مسلمين ومسلمات، ونقول ليش كون هي الحالة اللي تتمنى تموت عليها؟ غالي بلا شك شي يقول لك انا تنتمنى نموت وانا تنقرأ القرآن، شي يقول لك انا تنتمنى ونموت وانا ساجد، شي تيقول انا نتمنى نكون انا في ساحة ديال الرباط في سبيل الله بحال هادشي ديال المؤمنين الاخوة ديالنا في مصر وفي غزة وغيرها. نحن كل واحد يتمنى شي حاجة، ولكن هادشي كله ما ماتش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، باش ردوا البال، ما ماتش الرسول صلى الله عليه وسلم على هاد الحالات، لم يمت ثانيا للقرآن ولا في ساحة الجهاد باش يعطي المثال العالم كله باش ما يكذبوش عليكم الغرب ويتقولوا انتم راهما الاساسيين وحنا التلاميذ، لا حنا هما الاساسيين في هذه العلاقات الزوجيه. قالت عائشه رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري وصدري. كاين شي رومانسيه في العالم اكثر من هذه؟ يلا قول لي شي واحد اللي هذا كاع داك الشيء اللي تسمعوا ديال العلاقات ما بين كذا وكذا تصيبها كلها في اطار الحرام، ما كاينش زواج. فمات بين نحري مولاتنا عائشة رضي الله عنها وصدرها، وكان آخر ما يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فالله في العيالات ديالكم. فلهذا احنا ما نبقاوش نحسوا بالضعف، عار على الغني باش يمد يديه ويطلب، فنحن أغنياء بالإسلام. فلهذا ما نمشيوش نشوفوا الغرب باش غادي يوريونا العلاقات الزوجية، راه فاشلين. الدليل الفشل ديالهم ان سيد ربي خلق الكون كله ودار ميول الذكر الانثى، وما مابقاش يميول الذكر الانثى، ولا الراجل تيمشي يتزوج بالراجل بلا حياه بلا حشمه في اطار الحقوق ديالهم. وشي مصنقع في امريكا بقى تيخمم، ها العيالات قدامه، ها كل شيء، وها الجمال وكل شيء، والو قالك بغى يتزوج العوده. واش هذا مصدق؟ وقدم الطلب للقاضي، القاضي الا ما قبلنيش غادي يرفع به دعوى للمحكمه وغادي يربح هذاك في اطار قال لك حقوق الانسان. القاضي بدا يفكر، طب هذا المسركل هذا اش غايدير ليه؟ رد ليه الطلب قال لي هذيك العوده راه مازال ما لحقاتش السن القانوني، باقي في عمرها 6 سنين. تعرفوا العوده دابا راه قداش 6 سنين؟ قال لي خاصها تبلغ 18 عام عاد تولي مصدين. هادو نتسناو حنا يوريونا. فلهذا الموضوع اللي غادي يكون عندنا هو الزواج وقانون التدافع. الزواج وقانون التدافع، كيفاش قانون التدافع؟ تدير ربي دار في هذا الكون هذا قوانين، كاين قانون الضوء، كاين القانون الجاذبيه، كاين بزاف القوانين، وداك الشيء منظم. وسيدي ربي قال في القران: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل حاجه منظمه، ما كاينش شي حاجه، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، من اصغر شيء الذي هو الذره الاتوم الى اكبر شيء الذي هو المجره الجالاكسي، كل شيء منظم. ودار واحد القانون سميته قانون التدافع. شنو قانون التدافع؟ هو ان هذا الكون هذا كاين فيه مولين الحق وكاين فيه مولين الباطل، وكاين تدافع دائم ديال مال الحق والباطل. وقالنا الله عز وجل في هذا القانون هذا: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تدافع ديال مال الحق والباطل. ايوا ما علاقه الزواج هنا؟ اجي تشوفوا، فالزواج اللي مشى للزواج راه هرب للحلال، ولكن المعصيه اللي كاينه باش ردوا البال، كاين المعصيه اللي ترتكبوها تنقسموها لجوج، كاين المعصيه اللي تتكون الدافع ديالها هي النفس، وكاين المعصيه اللي تكون الدافع ديالها هو الشيطان لعنه الله. راه الناس ما تعرفوش هاد الشهاده دابا، واخا تمشي لها لجوجل ولا دير هاد الشهاده راه ما غادي تصيبش هاد الشهاده ولا كتوبه، لان العلم لا يؤخذ من بطون الكذوب. شنو هي المعصيه اللي باش تعرف راسك واش هادي الدافع ديالها هو ابليس لعنه الله ولا النفس الاماره بالسوء؟ ابليس انا والله خصو يدير عنده المبدا ديالو عظم الفكر ولا يفلس، خصو غيشدك. مثلا تيقول لك ما تصليش، تقول غنصلي، غنصلي في الدار، لا غنمشي للجامع، غنمشي للجامع، يا غادي نمشي للجامع. تمشي للجامع تقول الله اكبر، تقول البورطابل نسيتيه، نسيتيه وقت التلفازه. مشى بحالته ابليس على الله، ما بقاش جالس معاك. تتصاوب انت السيناريو كله راسك تديرها، هي لا نسيت الله اكبر، حطيتهم وقت التلفازه، سمع الله لمن حمده، حتى تكمل السلام عليكم اربع الركعات نسيت باش تدير السيناريو. اش ذلك هنا ابليس خصو يشدك. النفس لا، انا بغيت هذيك فلانه الفلانيه اللي في الدار الفلانيه انا تنسمع حتى تخرج، واخا الليل ولا النهار ولا شي حاجه ولا كذا. النفس هذه، لهذا الذنب ديال النفس اخطر من ديال الشيطان لعنه الله.
لهذا غدا يوم القيامه في خطب الشيطان لعنه الله في جهنم كما جاء في سوره ابراهيم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قال لك راه ما زيرتكش، انت اللي عندك استعداد وداخل النفس. لهذا هنا ابليس لعنه الله تيحاول باش يبعدك على الطاعه ديال سيدي ربي. ونعرفوا شكون هو الشيطان، لان الناس يقول لك لا 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 الشيطان هو بلاد بلا. كل واحد من الانس والجين ما طاعش الله تيتسمى شيطان. كل واحد من الانس والجين ما طاعش الله تيتسمى شيطان. سمعت قال سيدي ربي في القران وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فكاين تدافع. الزواج تيخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان ابليس لعنه الله داير العرش ديالو على الماء، عدو الله بغى يظهر الرحمن وكان عرشه على الماء، وسيعيط لذاك الجنود ديالو وتيقول له اش درتي انت؟ تيقول له بقيت مع ذاك حتى زنا، تيقول له ما درتي والو. تيقول له الاخر بقيت مع ذاك حتى شد الرشوه ما درتي والو. بقيت مع هذاك حتى شرب شراب ما درتي والو. حتى تيجي واحد يقول له انا بقيت مع ذاك حتى فرقتو على مرته، تيقول له انت فيقربه. لان اليجوره الاولانيه ديال المجتمع تهرسات اللي هي الاسره. فرقوا. فابليس لعنه الله اش يدير ليك؟ تيبغي يبعدك على الزواج. وحيت تتزوج تيخصو يسعى باش يفرقك على المراه ديالك. حنا في اطار السنه ديال التدافع تيخصو يكون فايق بهذا الشيء هذا، انا في حرب. وسيدي ربي تيقول لك واعدوا لهم ما استطعتم من القوه. دابا حنا دخلنا الزواج، فين هي القوه؟ فين هي الاعداد ديالك؟ شحال قرينا من الكتاب ديال الزواج؟ ما فاهمين والو. شنو هي الطبيعه ديال المراه؟ شنو هي الطبيعه ديال الرجل باش فهمها المراه؟ راه المراه الا تقلقات تيخصها تهضر بزاف. هكا خلقها سيدي ربي. والراجل يتقلق خصو السكوت. وتخلي الا تلقى الرجل المقلق مع المراه مقلقه وهي خصها الهضره بزاف وخصو السكوت. خصنا كيفاش نديروا هذا الشيء هذا؟ تيخصنا نتفاهموا في هذا الشيء هذا. باش غادي انت غادي تبني واحد اليجوره الاولانيه باش يتبنى عندنا المجتمع اللي هو متكون من اسر. الا ما عرفناش راه ماشي القضيه في النهار الاول في الفرحه وخصها الدوام. الزواج في الاسلام لا يقتصر على الدنيا بل على الدنيا والاخره. لهذا سولت واحد المره الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لي يا رسول الله مراه زوجها راجل ومات عليها وعاود زوجات راجل اخر ومشى كل شيء للجنه، شكون اللي غادي يديها في الجنه؟ قال لي يا رسول الله ما اكثرهما لك معامله احسن معامله. اه وتعرفوا بان العيالات في الجنه غادي يكون هما السيدات ديال حور العين. لان احنا في حرب. ايوا نبدا لكم واحد شي شويه ديال الحرب في هذا الشيء هذا. الشاب في المجتمع تيقول لك شوف لا ما يمكن لياش انا نتزوج البنت حتى نتعارف انا وياها. تيمشيو هذيك التعارف هذاك اثار الحرام. اه ها وحده. تيتعارف معاها سيفيق باها ويفيق باه مها وباه وكذا كذا ولا شي بس ما كذا هذوك راه تيتعارفوا. ومن بعد ذلك تيتم الزواج. فحيت تيتعارفوا وياها راه تيتمتع بها في اطار الحرام. وحيت تيجي يطلب يديها من باها تيبقاو يديروا واحد المؤتمر. يا وليدي تخصك تجيب جوج من هذه وكذا 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 بحال تيقول لي اشنو؟ اوليدي كنت غادي انت وياه في الحرام ما تنطلبوا منك لا نفقه ولا والو. سير مع راسك تبرع عليا مع راسك. دابا الحلال صعيب بزاف د المصاريف فلهذا بزاف عليك الحلال. تنوليو تنشجعوا الحرام وتنمشيو نسدوا الابواب ديال الحلال رغم ان خص يكون العكس. تنسهلوا الحلال باش الشباب يتشجع ونصعبوا الحرام باش يكون المجتمع كله متضامن في هذا الاطار هذا. لهذا شنو يقول لك الشاب؟ اذا كان الحليب يباع في السوق فلماذا شراء بقره؟ الحليب تيتباع في السوق علاش غادي نشري انا بقره بجوج المليون؟ معناها تيقول لك بمعنى انا الا كانوا البنات موجودين ونمشي مع هذه حتى نعيا ولا بعد عليا ونعاود نمشي مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه علاش انا غادي نمشي لعند وحده ونولي انا مع هذا الشيء هذا؟ شوف ابليس على الله شنو يدير لك؟ ها انت اطار التدافع واخا تيقول لك في اطار دابا ابليس على الله تيبغي يكره لك هذا الزواج هذا تيجي عاود تيقول لك اصغر قيد
يلبسه الإنسان الذكر والأنثى كذلك هو خاتم الزواج. المنوط نميرو 5 أصغر نميرو 5 قال لك هو الزواج. وهادشي تسمعو في الإذاعات وداكشي تيقول لي قفص الزواج. قفص زعما صافي نرى وليت أنا مسجون. كان ديك الساعة حر مع راسهم برا. هذا إطار التدافع إبليس على الله تيكرهك الزواج. وتيقول لك التبرع هو هنايا. لهذا تصيب هاد الأفلام وهادشي هذا تيوري ليك أن اللدة وأن القمة هو قبل الحلال. وحتى يجي الحلال ما بقى لا حتى شي حاجة. حتى المرأة دابا قبل من الزواج المكياجات وهالهضرة وتتمشي انت ويا الكومبليكس تقول اش بغيتي بغيتي لاباراتشي وداكشي هذاك وتجي تدير غير شغمة وحدة وهو تيعطي 2000 ريال للكارسون وتيقول لي خلي عليك الصرف. اي هاي هاي على الكرام. وهي تقول لك انا تلاقيت مع واحد الراجل ما كاينش بحاله في الدنيا. وهي هو تيقول لك عاود انا تلاقيت مع واحد المرأة ملك. يا بلاتي عيش عجبا ترى عجبا تصير تضرب العقد ما بقى لا مكياج ولا هدرة كل شيء مشى. وفين هاد الشيء فين داكشي اللي كان قبل ابليس لعنه الله اطار التدافع تيبغي يقول لك. لهذا حتى دوك الناس اللي تزوجوا راه نزوج ولد ولكن ما تنساش دوك الايام اللي كانت قبل الزواج تيقول لك عمرنا ما عشنا بحال ديك الايام عشنا بالحرام. حرام هذاك ماشي هكاك. خصك تعيش في الحلال وتعيش السعادة في الحلال والملائكة يكتبوا لك الحسنات والاجر لانك انت في اطار الحلال. والزواج عبادة وخصك تقول هذه العبادة كما تقول الصلاة. ماشي الزواج غير هكا لا 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 حتى المرأة تكون ثقل شغلها. لهذا المرأة الصالحة شكون هي؟ من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. من نظر إليها سرته لبس. المرأة الصالحة تقول لك اليوم اش غادي نلبس لراجلي اش نلبس ليه واش داك الكولون ولا ديك الصايا ولا ديك ميني جيب ولا اش غادي ندير ليه. وقت الشغال راه شغال ولكن دابا جاي الراجل وهو جاي متسوق للدار مع الله ديك المراه ديالي اش غادي تلبس ليا اليوم. دابا معروف الا مشيتي اشنو غادي لابسه معروفه معروف داك الشيء كاع اللي مقطع ومشروط وكل شيء راه سميتو هذاك. والمكياج كانت غير دايره به الصناره حتى تم الزواج ولا حتى داك الشيء ولا بقى غير محطوط تما شي واحد مشى للسوق وصاب شي واحد تيبيع عكر الزينه ب 1000 فرانك تيقول لهم الزينه ديال العكر ب 1000 فرانك. مشى سبيري مالك جا وقال لي هاك انت شد شد لي حق الله هاك شد زعما مغدد هو خصو هاد المراه هادي. واش هاد المراه هادي غادي تكون تتزين غير في النهار ديال العرس؟ راه ماشي هكا كان الاسلام. بل حتى الراجل خصو يتزين المراه ديالو. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه الصحابه وعالمها وحبر الصحابه قال احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي. ورانا دابا نجيو للعراسات هنا تيبي ابي لسان الله قال لك صافي مشيتي للحلال وانا كيما تنخص لك ديك الصلاه غادي نخص لك حتى داك الزواج. وتيجيو لك شي قريضيات شي جنرالات عيالات هما اللي تيولوا هما تيتحكموا في العرس والعروس جارينو غير باللجام. اجي قطع سميتو ديك التمره يلا اعطيها النص وانت عاود دير ليه النص وعاود تزلافه ديرها في فمها وعاود تيدا لا هي اللي فاهمه هادشي هذا داكشي. ولا داروا هادشي كنت هاد الايامات هذا في الصبليون في سميتو في ساراكوزا واحد القنطره تمايا مقفوله معمرين فين ديالاش هذا قال لك الراجل اللي تزوج مع المراه ديالو تيجيو يدير واحد القفل تما ويلحس الثالوث قال لك باش يبقاو دائما زعما خرافات شنو هذا اللي يدير هذا امور تيخصنا نكونوا عارفين. هذا دابا الغرب هذا قال لك اللي حنا تنمشيو نشوفوا الغرب شي حاجه عظيمه فلهذا تتولي ذاك النهار ديال العرس مشى الحجاب ديال البنت هذا اللي نهار هذا هنا بيفر ان يونو اتيدانيو ان فوا دو لوني سي با كوتيم مره واحده في العام خصك تباني مزيان وتلق الشعره مشى الحجاب وتيبداو البورتابلات كل شيء هزها ترررت ها السفلة اللي ديتي راه ديتي الاصفار راه كل شيء تصور راه ما بقى ديك الحجاب اللي غادي دير راه غادي تبقى ديك المرة اللي غادي تكون من بعد راه غتكون غير مش نتفة هذيك احسن الحالة راه صوروها الشباب والشابات وكل شيء. النهار الاول سمح لي الله يرحم الوالدين غادي نديروا العرس والعيالات بيناتهم والرجال بيناتهم ولكن المرأة اللي خصها تكون حافظة على الحجاب ديالها واللي بغات تعطيها صفر تعطيها صفر صافي فضيلها الفضرة ولكن حيت تبغي تزف للراجل ديالها هي المن اللي غادي تزين. ارى ليك في هذا الشيء هذا ادريس على الله كيفاش يبغي يخسر ليك الزواج. فهذاك الزواج اللي تيكون مختلط تجيب لك واحد مولاي الكرسي قدو قداش
وسيحطوا لك العريس والعروسة وسيبداو البلاد والولاد والعسارة وكل شيء تيشبح. لما العريس فين تتكون عنده العروسة ديالو مرسو؟ فين تتكون؟ في ميدان الهندسة. يلا المهندسين في الزاوية الميتة زيرو دوغري، معنى باش إلا يشوف فيها صعيب تبقى يشوف الشعورات هذا والميزون بلي هذا والمكياجات هذه وداكشي، تقول فين كان هذا الشيء هذا مخزون وانا ضربت حبل في هذه. معنى في الليلة الأولانية نادم، شي الليلة الأولانية نادم. علاش؟ ها النتيجة ديال الاختلاط، ها ابنك على نشرة يدير لك، بغى يخسر لك الزواج ديالك. أنت مشيتي للحلال، قال لك أنا هذاك الزواج ديال الحلال أنا غنخسرو لك. تخيل الناس فرحانين وتيضحكوا وتضحك عليك الزعاف. فإن شتي شي وحدة وهذه 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 كلهم لابسين أحسن ما عندهم. حتى تقول ضربت حبل هذه، لكن تيتحمل واش هذه هي اللي كانت من القمة. ولكن حيت تيكون داك الشيء إسلامي لا عين شافت ولا قلب وجع. شي مرة شي وحدين سميتو إسلامي والراجل لتحت والعيالات الفوق، فإذا به هضروا معاه وجادر معايا، قال لك راه قالوا لي نطلع نقعد حدا العروسة. قلت له بطلنا حتى حنا العروسة نشوفوها، انتوما غير تشوفوا العريس وحنا ما نشوفوش عروسة. علاش هادشي هذا؟ لا لا لا، العروس مع العروسة يجلسوا الرجال بينات العيالات بيناتهم والرجال. علاش؟ تيبغي يخسر لك إطار التدافع ديال الحق مع الباطل، غادي يخسر لك إبليس على الله هاد الزواج ديالك. ومن بعد ذلك تنجيو لأخطر شيء، شي محاضرة درتها في الكلية ديال مكناس، مدرسة الحب. مدرسة الحب، هاد الكلمة دهنا إبليس على الله. ولي تسمع الحب حنايا شي الحب ما بقاش يهضر دابا، هاد الرجال هذا ما بقاش يقول لمراته أحبك ولا تحب. لا لا، واش حنا دراري؟ واش حنا المراهقة هادي حشومة ما نقولوش؟ هذا راه ديالك، هادي أعلى شعب الإيمان. راه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والرسول صلى الله عليه وسلم تيدير درس الصحابة، واحد قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. دورة تكوينية كانت ديال الناس شباب وشابات بحال هاد الشهادة، كان غير شباب. والمدرب اللي تيدير الدورة التكوينية قال لهم كل واحد يجبد البورتابل ديالو وغادي يكتب اي لغه عربيه ولا فرنسويه ولا انجليزيه ولا اسبانيونيه، داكشي اللي تيتفهم مع المراه ديالو، يكتب احبك. هادشي اللي غيكتب وصيفط للمرسوم احبك، كتبها وصيفطها. بقاو جالسين ما كملاش 3 دقائق، دا التليفون. الو عبد الرحمن، ليك ما درتي شي قصيده؟ عبد الرحمن واش التليفون ديالك ولا راه صابو شي واحد؟ عمرها ما سمعت من رجل احبك. والرسول صلى الله عليه وسلم في الاسلام فيقول لك اذا احب احدكم احدا اخر فليخبره، يقول لي احبك في الله، ويقول لي الاخر احبك الله الذي احببتني فيه. اول واحد اللي قالها لي شي يقول لمرتي والملائكه تسجل لي الحسنه. لا العباده يقول لا ما نقدش نقولها لك. وداها لنا ابليس لعنه الله في اطار الحرام، وتسمعوها وتشوفوها في الافلام بلا حيه بلا عشمه في اطار الحرام. وفي الحلال ما تنقدش انا نقولها. خياط وانا تندير الدرس، ودرت سلسله فيها 26 درس ديال العلاقه الزوجيه، راه في اليوتيوب ام ار باشان، وغادي تصيبوا هذاك الشيء. قلت لهم اودي راه نزلات الايه ديال التيمم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نعت على الحجر ديال مولاتنا عائشه وهما راجعين للغزوه ديال تبوك. فما فيها باس انت تدخل في الدار قدام وليداتك ولا شي حاجه وتنعس، راه الرسول صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله. راه داك الشيء علاش حنا دابا تتصيب لك الولد تيقول لك انا ما يكونش با هو القدوه ديالي، هو والو انا مفضي كاع في هذه العلاقه الزوجيه، والو فاشل هو، انا لا تيخصني نشوف انا في غادي. فخياط قلت له ودي هادشي اللي ديرو راه ماشي عيب، هادشي تيخصو يتعلمو حتى الدراري، وهادشي راه في اطار الشريعه الاسلاميه والملائكه يسجل لك الحسنات. هاد الخياط تيخيط العيالات والنهار كله هو تيشد ليها من العنق ديالها ويشد ليها من هنايا ويشد ليها من هنايا وقدام راجلها وحده، وباش يجي ينعس على الحجر ديال المراه ديالو وباش يبان هاد العلاقه وهذا الشيء اللي قالت ربي في سوره الروم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قالوا دابا الناس غير تيتزوج يقولوا والله الله وجه الدراري، اه سيدي بنقص هاد الدراري يا سيدي، حنا كاع الا قال شي هذا حنايا بنقص. انا جاي انا تزوج، انا بغيت انا نعيش اللذه ديال الدنيا باش تسوقني اللذه ديال الاخره. سمعت قال سيدي ربي في الاوائل ديال سوره ال عمران زينا، اعطانا 7 ديال الشهوات، 7 ديال الشهوات، زوي كاع الشهوات اللي في الدنيا، زينا للناس حب الشهوات من النساء
والبنينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أول ديال هاد الشهوات هي النساء. وجاب هاد بني لي المجهول عند العربية ما قالش كل زين زينة. قال لك إلا استعملتي هاد الشهوات في طاعة الله في المزين هو الله. وإلا استعملتيها في معصية الله في المزين هو الشيطان. لهذا أنت حيت غادي تكون في الزواج ومتعدية مع راسك. فهذيك القمة ديال المتعة. والملائكة تسجلوا لك الحسنات لأن رسول الله قال لك وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته وله به أجر؟ قال أرأيتم إن فعل في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال له أجر. معنى أنت تتمتع بالمرأة ديالك وعندك الحسنات. تسجلوا لك الملائكة الحسنات. فأنت بهذيك المتعة اللي تتمتع ثم يتذكر الدار الآخرة لأن قالت ربي قل أنبئكم بخير من ذلكم. وقال يا ربي كي ما حرمتنيش في هذه المتعة ديال الدنيا متعني بهذا المرأة هذه ديالي غدا يوم القيامة حيث غادي تكون هي السيدة ديال الحور العين. قمة ديال المتعة، قمة ديال السعادة، القمة ديال الرحمة وديال المودة. ما كاينش هاد الشيء هذا. برنامج سيدوزو في التلفازة سميتو نغمة سميتو النغمة الصينية. نغمة وثائق. لا ماشي نغمة وثائق، النغمة الصينية. النغمة الصينية. تنتفرج فيها هكا تنشوف. وخصني نفرج ديال الانتقاد. تنصيب ليك ممثلة راجلها مغني وولدهم مغني وتيغني الولد راه تيدير الاشهار ديال الغنى ديالو في انوي ساعة حرة فتيغني هذاك المقدم ديال البرامج باش رد البال عندك تغرو المقدم ديال البرامج راه تيبانو زعما الناس زعما هما هو القدوة اما العلماء راه مابقاش ما تيفهموش العلماء خمريين في هادشي هذا هادو هما اللي تيفهموا هاد الممثلين والمغنيين هما الاساتذه ديالنا في هاد العلاقات. قال لي قالت ليه هو المقدم قال لي هذاك الانيماتور المنشط قال لي الممثل الممثله قل لرجلك احبك ما قدرش يقولها. قال لي انا مخرج وانا رغمتكي باش تشوفي لي في عينيه وتقول لي احبك ما قدرش. وهذيك الممثله لو كان شي فيلم ديال المنكر لو كان غادي تقولها وتزيد تشيط اكثر من داكشي اللي قال المخرج. علاش يزين لهم الشيطان اعمالهم ما تقدوش في اطار الحلال ما قديناش. ودابا سير قول دابا للمراه خرج دابا حيت نكملوا ان شاء الله من العشاء وسير قول للمراه فلانه احبك تقول فلان يا وليتي مراهق ما تفرجتي في فيلم هندي ولا شي حاجه ولا هذا عاد كنتي بعقلك. لا 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 ما تفاجئهاش دير من الحمارة للطيارة ولا فلان راه حنايا ضاربين حبل راح يسحبنا واش الشريعه الاسلاميه غير الصلاه ونطول اللحيه ونضربها بواحد التكعيله والحديد هذا الشارب هذا ونولي تنخلع ومن بعد ذلك ونجي لا 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 راه ماشي هذا هو هكا لا 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 راه الاسلام راه سمت حسن كيتكلم شي وحدين مشاو لاوروبا مشى واحد مشى لاوروبا وحطوا لي هذاك الشيء وهز الخبز وبدا تيغمس قال لي لي كوتو لي فورشيت قال لي بوغ لي مانصال هذا قال لي زعما علاش ما تستعملش انت الفرشيطه والموس قال لي دي الموسخين اللي تيمسحوا غير بالكاغيط اما حنا راه كنتوضوا 5 مرات في النهار تيعتز بالاسلام تنتعزوا بالدين ديالنا ويعرفونا الناس ويجي ويسلموا بسبب العلاقات اللي عندنا راه حنا تيتحبنا واش الدين هو واحد الجن وراه اللي مشى شد من جن الدين راه ما شادش الدين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا سيد ربي اللي قالها وقال لك الا شديتي طرف من ديال الدين راك تبعتي خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم وفي قراءة حفص السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذا جانب مهم غافلين عليه لهذا كل واحد فاتك بليلة فاتك بحيلة الا في الزواج تنطبقوا عليه قديم وغشيم الاباء مسكن في الضيل شي مره في شي مناسبه شي فيلا وكانوا الرجال الفوق والعيالات لتحت وكان السونوريزاسيون وبديت نتكلم في هذا الشيء هذا وما بداو الرجال واحد الراجل شيباني مات لا هو مسكين ولا مرته الله يرحمهم بجوج راجل كبير ضرب فيا قال لي استاذ راه المراه الحاجه كاع ما تدير لي هذا الشيء اللي تتقول انت عاد صاب لمن يعاود همو لان لو كان تكلم على داك الشيء يقول لي تنفطي هذا راه الاسلام هذا قال لك الحاجه هذا الشيء اللي تتقول راه كاع ما تدير لي منه حتى حاجه لهذا إذا بغينا نعيش السعادة التامة ونصيبوا الراحة والاستقرار مع فراء إبليس عنا الله تبغي يعكرنا هذه الحياة الزوجية
باش يبان هادوك اللي هما ما مزوجينش هما اللي عايشين، وهادو اللي مزوجين خبريين ساكنوا في الدين. بالعكس هادوك اللي مزوجين هما اللي عايشين السعادة التامة، وخصني نبينها انا والمرا ديالي لوليدات ديالي باش هما يتشوقوا حتى هما للزواج. يقول اش لا شوف ملي تزوجوا حنا في مشاكل والصداع والتحاز وكل شيء خطا، لان دخلنا لهاد العباده هذه بلا علم وتتفلى لنا ابليس لعنه الله. فلهذا هنا ردوا البال، انتم الان في حرب مع الشيطان لعنه الله، تبغي يخسر لكم خصكم تقراوا كتب على العلاقات الزوجيه ديال الاسلام وتصمتوا الاشرطه والسيديات. اش يقول لي ان ما كفيناش هنايا الوقت باش غادي حنا كنعطيكم دابا غير فلاشات باش نشوقك انت باش تمشي. دابا غير الان تعرف بان كلمه واهم كلمه داوها لنا هذوك المنحرفين في اطار الحرام هي الحب. حب الحب الحب تخص هذه الكلمه، هذه راه ماشي كلمه ديال الحشومه، هذه راه ديالنا، هذه راه ديالنا، راه فوق الاسلام الحب. ولو داوها هذوك ولات حشومه نقولوا كلمه الحب، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وسميتو الصحابه قالوها، واعلى سميتو الدوق الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. فلهذا انا هذيك الامراه ديالي نجي نقول لها انا تنحب، عرفتي اش اللي قلت لها يوميا تقول لي انا تنحبك، راه طيب لك الماكله متقونه وتقابل لك اللباس. وهذا شي واحد نختم بهذا المثال، هذا استاذ ديال التربيه الاسلاميه تيقري في الليسي، جا دخل تيقري بداو التلاميذ تيضحكوا والتلميذات تيشوف راسو هكا وتيشوف هذاك وتيضحكوا فايضحكوا تيضحكوا. فضرب الجرس خرج التلاميذ خلاه وحده، قال لها مسحي السبوره، قال لي غير غادي تقول لي علاش تضحكوا ولا راه غادي نخرج عليك. قالت له استاذ راه واحد صباط قهوي واحد كحل، راه المراه خصها ما تخرج انت حتى دير لك فيزيت جينيرال، تقول لك ديك الطاقيه ما جاتش معاك، هذاك الحاله هذه باش خصك دير لي هذيك اللي سميتو هذاك وتصيفطك مزيان. دابا ابليس لعنه الله اش دار؟ قال لي ها هي راه الا صيفطتي مزيان راه غادي تدي شي وحده اخرى، صيفطتي مخندش راه شي هذا هو سنه، هذا هو قانون التدافع، عندك اللي تمشي تصيفطي شي حاجه ولا هذاك، لا 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 خلي لي داك الشيء فيه شي عيب ولا شي حاجه باش ما يعجبش العيالات. خطا هذا غير خاطئه، وتتولي خيانات زوجيه بحال شي واحد متعاطى مع شي وحده وباش غادي ما يتفضحش اش داير؟ السميه اللي داير ليها باتري تابل، دائما مسكينه زعما صافي التليفون هذا راه دائما باتري في الباب غير تير غير تيشرجيه، وراه السميه ديال هذيك اللي تتعيط لي. علاش؟ لانه ما مبنيش الحياه الزوجيه على الحلال. فدابا الان المتزوجين يعاودوا يتفرمطوا ويحيدوا ذاك الفيروسات اللي فيهم باش يدقوا الحياه الزوجيه اللي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم. والشباب يعرفوا بان السعاده التامه كاين في الزواج، فهذا بعض الفلاشات نطلبوا الله عز وجل باش يبارك في هذا العرس هذا ديال الاخوين ديالنا وديال الاختين ديالنا، ويبارك لهاد المتزوجين ويصلح الاحوال ديالهم، واللي ما مزوجينش الله يرزقهم زواج صالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.